دي احنا عنواننا طنطا موتوز بيتك ومطرحك. مش بس ان احنا بنورد معدات او بنصنع معدات زراعيه، ولكننا احنا بنشارك في عمليه تنميه زراعيه كامله، وده واجبنا ومسؤوليتنا تجاه البلد. مطالب ان احنا نكون بنشتغل وبنكبر وبنبيع وبنكسب وبنكسب، وعمرنا ما مكسبنا بيتحقق غير ما يكون شريكنا الناحيه الثانيه لازم يكون بيكسب، اذا كان كزبون او كبلد. اشتغلنا مع سحاره بقالنا 30 سنه، احنا من اول الشركات اللي اشتغلت مع سحاره في مجال الماكينة الزراعية طبعا. وطبعا شهدنا نمو من اول ما كان قاعة واحدة لغاية ما الحمد لله النهاردة 5 قاعات بأوت دور، فشفنا نمو كبير جدا، وان شاء الله يا رب يعني نعمل ان هو يوصل كمان للمرحلة الاوسع ويبقى يطلع من حتى من المجال الاقليمي للمجال الدولي.